الاختلالات الامنيه في تعز ملف شائك في طريق تحركات الشرطه العسكريه والجهات الامنيه في المدينه نحو تطبيع الحياه واعاده الامن اليها. بعد مرور قرابه الشهر على الحمله الامنيه التي اعلنتها شرطه المحافظه لمطارده المطلوبين ما زالت الاجهزه الامنيه تلاحق اخرين بالتزامن مع تامين احياء وشوارع المدينه وتطبيع الحياه فيها مره اخرى. ومع عمل الشرطة العسكرية على رفع الجاهزية لتأمين المدينة وشوارعها ترتفع الاختلالات الأمنية في المقابل مؤتمر صحفي عقدته الشرطة في المدينة لاستعراض الحالة الأمنية حيث بلغت عدد القضايا خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري قرابة الستين قضية تم ضبط ثلاثة وعشرين منها اثنتان وثلاثون قضية رهن الإجراءات وأحيلت خمسة قضايا للإيقاف تنوعت هذه القضايا بين القتل والشروع فيه والاعتداء على منشآت وحوادث تقطع ونهب وحوادث سرقة وحالات اختفاء وإطلاق نار وحوادث تمت من قبل ميليشيا الحوثي بلغت عدد القضايا بشكل عام من الثالث وحتى العاشر من شهر إبريل الجاري عدد ستين قضية تم ضبط ثلاثة وعشرين قضية في حين لا تزال اثنين قضية رهن الإجراءات بينما أحيلت خمس قضايا للإيقاف. جاء هذا المؤتمر بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين حراسة رئيس نيابة تعز وحراسة مبنى المحافظة على خلفية قيام حراسة الأخير بمنع حراسة رئيس نيابة تعز من دخول المحافظة ما أدى إلى إصابة امرأة وطفل. وبين عمل الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية على ضبط الأمن في المدينة واستمرار الانفلات الذي يتسبب به الخارجون عن القانون. يبقى المواطن ضحيه في انتظار الحمايه مهما كانت تكلفتها